السلام عليكم خوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم طبق ديال الفاصوليا بالكوارع او اللوبيا بالكرعين، كتجي لذيذه ومعلكه كيف ما شفتوا. شوفوا التعليكه كيفاش دايره بمقادير بسيطه، وطريقه تحضيرها هي سهله وبسيطه. شوفوا هنايا عندي الكوارع كيفاش ديري مع السليم وتخواو من العظم، يعني نشالو من العظم ديالهم. المهم باش ما نكثرش عليكم، يلا نبداو الفيديو من الاول حتى الاخر وشوفوا طريقه. غادي نقول لكم مكونات وانا كان نصاوب هنا عندي يعني. المهم بالنسبه للكرعين او الكوارع، الكميه اللي كتقد عدد الاشخاص. المهم انا عندي هكا، المهم كيديروا لهم بحال هكا هنايا، ماشي بحال المغرب كيشوطوهم هنا كيسلخوهم. غادي نصدفو عندي هنايا كيف ما شفتو اللوبيا انا او الفاصوليا انا راه منقدها من البارح، غادي نخلي حتى التالي. عندي هنايا في المكونات طريف ديال السمن، غندير كلشي مره واحده. السمن هنايا السمن الحار ديال المغرب، اللي ما عندوش ماشي مشكل ما يديرش السمن، يدير غير الزيت، يكتفي بالزيت. غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، ما غاديش نكثر لان الكوارع او الكرعين فيهم يعني كيطلقوا الماده الدسمه. تقريبا هنا غير معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ممكن اللي ما عندوش زيت الزيتون يبدلها بالزيت العاديه ديال الطبخ. عندي هنايا غادي بحال هكايا، عندي هنا واحد حتى انا عندي هنا بصله صغيرين درت جوج، المهم كانت كبيره غديروا غير وحده. وكتبقى دائما كي قلت لكم على حسب عدد الافراد. المهم غادي نقطعهم عشوائيين لانهم غادي يذوبوا، بتقطعهم قطعات صغيرين ماشي مشكل. كيف ما قلت لكم بصل ممكن تقطعهم يعني قطع صغيرين بحال هكايا، او ممكن تخليهم كيف ما درتهم انايا، لانهم اصلا كل الاشياء هذه غادي تذوب. بالنسبه للثوم انا عندي هنايا خمسه ديال الفصوص، ممكن تخليهم كيف ما هكايا صائنين تحطوهم ترميهم، ممكن تقطعوهم وممكن تبشروهم يعني اكثر من هكايا. ندير لكم الطريقه السهله اللي حتى واحد ما غادي تخاف وتعكز انها دير اللوبيا بالكوعين او الفاصوليا بالكوارع. عندي هنايا ليمون مع اصفر او ليمون مصير، هذا راه ديال الدار انا كنت مقداه، راه تبارك الله دار شي عام ونص. هنا درنا السمن ودرنا الليمون مع اصفر اللي هو الليمون، لهذا ردوا البال الملح، ما تكثروش الملح حتى تشوفوا واش غادي ينقصكم، يعني غيكون خاصكم الملح ولا لا. ما تكتروش الملح لان الليمون المعصفر مالح والسمن الحار المغربي حتى هو كيدار بالملح. عندي هنا في البهارات كركم اللي هو خرقوم، البابريكا اللي هي التحميره الفلفل الاحمر، وعندي الزنجبيل، وعندي الفلفل الاسمر اللي هو الابزار، وعندي الكمون، يعني كلشي هادو كلهم معلقات صغار عامرين. الكمون زدت شويه لان الكرعين كيعجبو الكمون. كندير كلشي مره، كاين اللي كي في هذه الاثناء كيشوح هاد المسائل، لا داعي انه يتشوح لان اصلا الكرعين او الكوارع ما محتاجينش انهم يتشوحوا او يتقلوا في الزيت. كندير انا مره. عندي هنايا الزعفران شعره، نقعته شويه في الماء مغلي حتى هو غادي نضيفه. هنا اللي كيبقى ليا هو الفاصوليا او اللوبيا، انا عندي تطيب بالزربه هنايا، الماء كيطيب وهذه كطيب بالزربه، لهذا ما غاديش نديرها دابا مع الكوارع. غادي نطيب الكوارع تقريبا ديك نص ساعه حتى ال 35 دقيقه، عاد يكونوا تقريبا نشدوا في الطياب شي شويه، يعني دخل فيهم الطياب، عاد نضيف لهم الفاصوليا. المهم خليكم معايا وما تزربوش الفيديو باش تشوفوا المراحل كيف ما هي. هاد الاثناء غادي نحط الكوكوت او الحله او اي حاجه عندكم على النار، وهنايا راه دايره الماء طايب يعني ماء مغلي
هو اللي غادي نضيفو الكوارع كيفما شفتو. هانتومايا غادي نحطوهم على النار، غادي نسد عليهم ونخليهم يطيبو من هنايا لتقريبا نص ساعه حتى 35 دقيقه ونعاود نرجع لكم. المهم هنايا راني طفيت عليه ومن بعد شغلت عليه، بعد ما سكتت يعني طفات يعني الكوكوت عاود شغلت عليه. دابا غادي نضيف الفاصوليا او اللوبيا ديالنا، ممكن تبقى الكميه على حسب عدد الافراد. انا هنايا ما غاديش نزيد الماء، واخا انا ندير الماء يعني موجده الماء المغلي، ولكن هنا ما غاديش نزيد الماء، غادي نعاود نسد عليها حتى تقريبا شي ثلث ساعه ونعاود نحل نشوف الا كانت خاصتها الماء، خاصها الماء ولا شي حاجه. المهم انا دابا صافي حطيت الفاصوليا او اللوبيا وغادي نسد عليه الكوكوت. نسد على الكوكوت ومن بعد نرجع من بعد ثلث ساعه نعاود نشوفها ان شاء الله. صافي اخوتي انا هانتوما كيف ما شفتوا هي معلكه وطابت بسرعه، وكيف ما شفتوا هانتوما هي تحت الكرعين او الكوارع تنسلوا من العظم. ما بقى لي دابا غير نقدمها في طبق ونتلاقاو في طبق ديال التقديم ان شاء الله. شوفوا التعليقات ديال الكوارع والفاصوليا او اللوبيا والكرعين، صراحه طريقه سهله كنصحكم باش انكم تجربوها. شوفوا يعني كل شيء معلك وتعليقه صراحه، والمذاق ما نقولكمش كيفاش داير. يعني الكرعين باللوبيا او الفاصوليا بالكوارع طريقه سهله، ما كاينش شي حد اللي ما غاديش يديرهم، ما غاديش تصدق وما غاديش تنجح. المهم هذا ما كان، نتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. لو وصل حتى لهنايا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. شكرا للدعم ديالكم تجاهكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.